السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التعليم تطلق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية. وذكرت الوزارة في بيان، تم إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للسنة الدراسية 2023-2024. أضافت أن الطلبة الأوائل المشمولين بالتقديم من خريجي الدراسة المهنية الدور الأول السنة الدراسية 2022-2023 القبول في الكليات التقنية الحكومية الدراسة الصباحية على وفق خيار الطالب في تخصص المناظر أو القريب بحسب الأقسام المدرجة في دليل الطالب للتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية. وضحت أن التقديم يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التي يكون رابطها في وصف الفيديو إلى غاية يوم الأحد الموافق 24/9/2023. الصحة تصدر إعماما لرفع الغبن عن حملة شهادة الإعدادية. جاء في نص الوثيقة إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة مكتب المدير العام رفع الغبن عن حملة الشهادة الإعدادية. ردنا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد كذا وكذا في 16/8/2023 المتضمن إكمال إجراءات رفع الغبن عن حملة الشهادة الإعدادية ومرفق كتاب وزارة التخطيط المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات ذي العدد كذا وكذا في 3/5/2023 والمعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 23457 لسنة 2023 للتفضيل بالاطلاع والعمل بموجبه مع التقدير. الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي المخول بصلاحيات المدير العام إلى مهامه 30/8/2023. التعليم تطلق التقديم لقناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2023-2024. قالت الوزارة في بيان أنه التزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم إلى هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2021-2022 و2022-2023 ذو المعدلات 90 فما فوق من خريجي الفرع الإحياء والتطبيق والأدبي، وأن التقديم يكون إلى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام إدارة الأعمال والإحصاء، الإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية، وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب. وأضافت أنه يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفرعين الإحياء والتطبيق التقديم إلى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن 92%. أوضحت أن التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وأن إجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب لخياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات التي يكون رابطها في وصف الفيديو، ثم مراجعة الطالب لأي جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار. التعليم توافق على تمديد فترة تقديم طلبات عودة المرقنة قيودهم. وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم إلى المقاعد الدراسية للسنة الدراسية 2022-2023 حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 14/9/2023. وضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان أن الطلبة المشمولين بتقديم طلبات العودة إلى المقاعد الدراسية هم المرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2022-2023 حصلاً في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة. وتابعت أن القرار يستثني الطلبة الذين كان ترقين قيودهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية.